على لفات بطيء. ايوه خليك شوي. معي كنا بنخبز احنا وجيراننا، جيراننا برضه فاتحين عندهم فرن واحنا بنفرن، كنا بنخبز وبنعجن قاعدين عشان الخبز والامور اللي زي هاد. بس الاكثر قال فجاه شلتنا الدنيا هيك ورمتنا الثاني، طلع اللي طلع بعجوبه من ربنا، طلع مش من حدا، من ربنا نزل. ما اصبعك بتشوفوش خلال ثواني، اصبعك انت ما شفتوش خير. البيت ما كان فيه غير اطفال ونساء، بس كل البيت نساء واطفال، ما في حد غيرهم. بقول لك بيعجن وبيخبز، في حد بيعجن وبيخبز مين؟ يعني الطفل بده ايش بده يعمل؟ الطفل قاعد جنب امه صغير، طفل، الزلمه بده يعجن ويخبز؟ نساء واطفال طبعا، ما تقوليش ناس كبار، مسكين بواريد ولا مسكين هذا، لا يا عم ولا صواريخ ولا حاجه، اطفال بقوا يلعبوا كوره في الشارع، اطفال مسكين كوره بيلعبوا فيها، ما في حاجه عندهم، ما في اي ضره حاجه عندهم الاطفال. وهي 4-5 في المستشفى، هي 4-5 في المستشفى ابو يوسف النجار وصاحب الدار في المستشفى، هذا هو. واحنا قلنا اخلوا خلينا اخلينا احنا، قال عشان خافوا على ارواحكم، برضه الشيء هو هو كذب، كله كذب، الضرب هنا والضرب هناك. لا والله نرجع بيوتنا، نموت في بيوتنا افضل واشرف، ولا بدنا نخلي ولا بدنا نخلي. زلمه الجب اللي جينا فيه يا زلمه طلع بيطلع 30 سنه لنا بنشتغل عشان نحوش لنا حق سياره يا رجل، اطلع ايش صار فيها يا رجل، طلع ايش صار يا رجل، طلع يا سيدي كل عمره المال والاولاد اللي في المستشفى، ايش عملوا الاطفال؟ احنا ايش عملنا؟ ايش سوينا؟ ايش سوينا؟ فهمني بس. قال اخلخ لينا، ايش بدهم اكثر من هيك؟ مين اللي قال لك انت؟ مين عماد اللي قال؟